السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. الابتلاء سنة جارية على الكل، من لم يبتلى بالمرض ابتلي بالفقر أو بحرمان الولد أو بموت الأحبة أو حتى بالغنى والعافية، وصدق الله ولنبلونكم. لكن بعض الناس إذا ابتلي تسخط، قال أنا وش سويت، أنا ما قصرت، أنا أحافظ على الصلاة، أنا برب والدي. الابتلاء ليس مقرون بالمعصية، ولو كان مقرون بالمعصية ما ابتلي الأنبياء. قال ابن حجر رحمه الله: الله هيئ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. نعم، قد يكون الابتلاء رفعة منزلة وتكفير سيئات. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ابتلى الله عز وجل الأنبياء، أحب الناس إليه وأكرمهم عليه، نزلت بهم مصائب وكوارث لكنها لم تزدهم إلا صبرا واحتسابا. أول من تعرض للبلاء هو أبو البشرية وأول الأنبياء آدم عليه السلام، لما نزل من الجنة وأفقده الله عز وجل لذيذ العيش وابتلي بابن عاق فقتل أحد ابنيه الآخر. فلما طال حزن آدم وبكاؤه رحم الله تذلله وخضوعه، فتاب عليه وهداه، فكان آدم أول من دعا وأجيب، وعوضه الله عن الابن العاق والابن المفقود نبي الله شيث الذي جعل الله ذريته هم الباقين. ابتلى الله الأنبياء فلما صبروا مكنهم، فتأكد لن ينجو أحد من البلاء، وتأكد أن لن تصل إلى ما تريد إلا بعد مشقة وعناء، ولكن ثق دائما أن بعد العسر يسرا وأن بعد الضيق فرج. الأنبياء عليهم السلام فجعوا في حبيب، وأصيبوا في قريب، واتهموا في عرض، وجرحوا في كرامة، لكن كانوا آية في العزم ونموذج في الإصرار وأعلاما في التضحية. لا تنسى الابتلاء والامتحان والعناء الذي تعرض له أكرم الناس وأطهر البشر عليه الصلاة والسلام، فأمره الله جل وعلا بالصبر في آيات كثيرة، وبين له أن هذا دأب الأنبياء والمرسلين. تفنن وتمادى قومه في إيذائه وهو صابر محتسب، يرفع رأسه إلى السماء ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين.